ضابط محمد والقوة اللي معاه أكدت إن أنت ميت، والتحليل اللي هو اسمه دي ان ايه ايوه هو ده ما عرفوش يعملوه لان الجثث كلها اتفحمت وشكلهم كده، قريب قوي هيعملوا لك شهاده وفاه باذن الله. وهدان حكمه عامله ايه؟ مجهور عليك وقلبها مكسور. عالي العال حال انها مجهوره وقلبها مكسور. انا كان لازم اعملك ده عشان كل الناس تصدق اني مت. بس أنا شايف يا سيد الناس إن إحنا نقول ليه دي مهما كان ستر وغطى علينا بدل ما يحصل لها حاجة من قهرتها عليك بعد الشر. بقول لك إيه، اللي رماك على المر غير اللي أمر مني. بكرة هتسامحني. يا حزني اللي محوتني ومش عايز يفارقني، يا سواد أيامي من بعدك يا ديار، يا سواد أيامي. شفت يا منصور، أبوك فاتنا وراح، فاتك يتيم الأب. بس ما تخافش، طول ما أنا في نفس محدش هيقدر يهاوي نواحيك واصل، وربنا يقدرني أحافظ عليك وأخد لك حقك وأربيك وأكبرك لحد ما تبقى سيد الناس كلها. بس يا بالك من نفسك وبسأل عليك. وانت كمان خد بالك عشان من نفسك. امشي يلا 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 امشي. كده برضه أهون عليكي؟ ترفع عليا قضية في المحاكم وتمرمطيني كده؟ ما كانش العاشر مرة الغالي. عشان إيه؟ ما أنا جيت كلمتك كذا مرة وأنت ما نفعش معاك. ما يصحش كده يا إيمان، عيب. الراجل مهما كان في بيتك وإكرام الضيف واجب، ولا إيه؟ أنتِ ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. أنتِ إيه اللي معادك معانا أساساً؟ ما تتفضلي تقومي. جرايا يا ست إيمان، هو أنا كلمتي تقيلة على قلبك كده على طول؟ آه هي كده، ممكن تتفضلي تقومي؟ خلاص خلاص يا إيمان. خلاص الراجل جانا لغاية عندنا، المسامح كريم، هو حس بغلطه، مفيش داعي المحاكم يا حبيبتي. والله يا قمر، والله الست دي قمر. وبعدين شوفها بنت الناس، احنا ممكن نحلها ودي بينا وبين بعض، وما نروحش المحاكم وندخل الغرب بينا. وإذا كان ليكي حق يا بنت الناس خديه على دماغي من فوق. قلت إيه؟ ماشي، نقعد المحامين مع بعض وهما يتصرفوا في الموضوع، واللي فيه الخير ربنا يقدمه. أيوه كده، الله يرحمك يا معتز أخويا. فعلا عرفت تنقي كده. بقى يا مدام ايمان تبقي ضمنتي حق المرحوم معتز في بيت الحلميه. شكرا جدا، مش عارفه اقول لك ايه، والله تعبتك معايا. تعبتيني في ايه؟ ده شغلي. كتر الف خيرك يا استاذه. اظن بقى كل واحده فيكم خدت حقها التالت ومتلت، مش عايزين حاجه مني تاني. لا لسه نصيبنا في المحل. محل ايه؟ المحل ده ايجار، والايجار لا يورث. هو الايجار لا يورث لانه مش من ضمن تركه المتوفى، انما ايراد المحل ليكوا حق فيه. الله 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 الله. ايه يا استاذ، ما تشفط بطنك وتعدي مال. ماشي ماشي، ومع ذلك ماشي، ايراد المحل هقسمه كل اول شهر في شرع ربنا. اصل بيني وبينكم انا ما بحبش ادخل بيتي لقمه حرام. اهلا يا استاذ حسام الهلالي، اتفضل. شغل على الصور. امضي لي بقى انك استلمت حاجتك. حاضر أمضيلك. تفتكر هنا أحسن ولا بره أحسن على السور؟ أهو كله محصل بعضه يا ابني، هنا سجن صغير وبره سجن كبير، وده إحنا عايشين. صح، بره سجن كبير. ماشي، يبقى خلينا نشوفك بقى. نشوفك في السجن الكبير بقى على السور إن شاء الله. السلام يا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا دفعة. عربيتك دي؟ اه يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك يا حسام، عقبالك. ابراهيم. الو، ايه يا استاذ ابراهيم؟ الملف هتلاقيه عندك في درج المكتب. لا انا ساعتين ان شاء الله وهكون عندك. يلا مع السلامه. واضح انك بقيتي مشغوله. هعمل ايه يا حسام؟
شغلتي علمتني اشيل هموم ومشاكل الناس فوق مشاكلي. اي علا، ها اجلتي القضيه في المحكمه؟ طيب تمام. لا استنيني في المكتب، انا ساعتين وهكون عندك. ايه انا في مشوار شغل، هاجيلك على طول على المكتب. يا بنتي قلتلك بقى قضيه الشيكات دي ملهاش حل، حليها انت. يلا مع السلامه. يوه مش هرد. سوري يا حسام، مش عارفه اتكلم معاك كلمتين على بعض. وانا يهمك؟ مفيش حاجه بتفضل على حالها، واضح ان الدنيا اتغيرت، بقيتي مهمه في شغلتك. كلنا اتغيرنا يا حسام، ومفيش حاجه بتفضل على حالها. صح، مفيش حاجه بتفضل على حالها. صح. ماشي يا هند. ايوه يا محمد، انت فين يا حبيبي؟ هكون فين يعني؟ في الشغل. انت نسيت ان النهارده معاد خروج حسام؟ حسام؟ لا مش ناسي، بس اتخذت في الشغل وانت عارف الشغل ما بيرحمش، فمعرفتش اجيبه، معلش. ولا يهمك يا سيدي، انا رحت وجبته ورجعنا على البيت وهو عايز يكلمك. لا استني يا شهندة بس، عشان انا في اجتماع مهم ومش هينفع اكلمه دلوقتي، هكلمكوا تاني. يلا سلام. بيقول ان عنده اجتماع مهم واول ما يخلص هيكلمك. احنا مش هنستنى حد، احنا هنقعد ناكل. اقعدي اقعدي، انا عامله لك بقى النهارده كل الاكلات اللي انت بتحبها. ربنا يخليكي لي يا ماما. الله الله يا سي حسام، بقالنا كتير قوي ما شفناش وليمه زي دي، من الواضح ان انت غالي عند ماما قوي. كانش في داعي تتعبي نفسك يا ماما. يا حبيبي لو ما تعبتش عشانك هتعب عشان مين؟ انا كان نفسي اريحك وما تعبكيش. جرى ايه يا حسام؟ ما تشمر ايدك يلا وتاكل، عشان اول ما تخلص اكل نقعد كده نمخمخ لنا في كوبايتين شاي زي زمان عشان نشوف هتعمل ايه. هعمل ايه في ايه؟ في مستقبلك طبعا، هيكون في ايه؟ جرى يا شاهين، بس سيبيه يشم نفس وياخد حريته الاول، وبعدين بعد كده يفكر هو هيعمل ايه. حريتي؟ كل يا شاهين، كل يا ماما. شوشرة جوزي طلقني. وانت شفتيه فين؟ كنت لسه عنده بظروف السجن. ظروف السجن؟ طب اهدي اهدي، اعمل لك استباحة تروقك؟ يا وايه الجديد في كده؟ ما انتوا كل شوية بتطلقوا ويردي. لا 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 لا، المرة دي مرة غير كل مرة، المرة دي الطلقة التالتة يا لعله. والتالتة تابتة يا زوزو. يلا أحسن. أصل وش أمه كان فقر ويقطع الخميرة بالبيت. يخص عليك يا لعله، ما تقولش على شوشرة كده، شوشرة ده أجدع راجل في العالم. ده هو الوحيد اللي دمه جه على دمي من أول لحظة. ولما أنتوا دمكوا والف على بعض قوي كده، كل شوية تتخانقوا وتتطلقوا ليه؟ الحب يا لعله، الحب. الحب، صحيح. قط ما يحبش إلا خناقه. ولا عمل دلوقتي، هعمل أنا دلوقتي بقى؟ ولا حاجة، يلزمك محلل طبعا. وماله يا أخويا؟ هات محلل من اللي بتقول عليه ده. هات محلل وانا يا بنت هنزل احللك تحت في المعمل. يا اخويا ما تجيبه من مطرح ما تجيبه، هو انا هفتش وراك؟ المهم بسرعه قبل ما شوشوره يخرج من السجن وتلف عليه اي واحده تانية غيري. طب وانا هجيبه من ايه؟ ما عارفك، صحابك كتير قوي يا لعله. الله اكبر، كلهم في السجن بقى كده يا لعله؟ مش انا وقفت جنبك لما طلعت من السجن وبطفحك الطفح اللي بتطفحه ده والدخان اللي بتحرقه ده؟ ماشي يا لعله، ماشي ماشي يا اخويا. جري يا بنت، حيلك حيلك. انت هتجيب عليا وتزليني ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي زلك يا اخويا، بس القصد يعني انا وقفت جنبك وانت بردك اخويا ولازم تقف جنبي. وانا بردك هظبطك. مش القصد، انت برد اختي حبيبتي. كام دول؟ 5 نيات يذبحوا رقبه الحمامه، واول ما تجيب لي الخروف هجيب لك زيهم. خروف خروف، ولعله خير ان شاء الله.
خلاص يا منيرة، كل واحدة فينا أخدت نصيبها من الميراث، يعني إحنا دلوقتي ما بقاش في أي حاجة توقف لنا مشروع الكوافير بتاعنا. طب وهو فين المحل اللي هنعمل فيه الكوافير؟ يعني هي دي اللي صعبة يا منيرة، ما أنت تروحي تدوري في ناحية وأنا أدور في ناحية، بس المهم إن إحنا نلاقي محل موقعه كويس ومساحته مناسبة. خلاص إن شاء الله من بكرة هنزل أدور. بكرة إيه يا منيرة؟ أنت ما زهقتيش من شلبي اللي بيزلك على كل جنيه بتطلبيه منه؟ لا عندك حق يا إيمان، أنا كمان كان نفسي أحقق الحلم اللي طول عمري بحلم بيه، على الأقل حتى أرتاح من شلبي وقرفه وأعرف أربي العيال. يبقى النهاردة. صباح الخير يا ماما. صباح الفل يا حبيب ماما. امال فين محمد وشاهين؟ محمد وشاهين ده راحوا مشاغلهم. بص بقى انا حضرت لك الفطار، هتقعد تفطر زي الشاطر كده على ما اروح السوق، هجيب شويه حاجات وارجع لك على طول، مش هتاخر. تروح السوق؟ انت من امتى ماما بتجيبي حاجه بنفسك؟ يا حسام يا حبيبي، دول 3 سنين في حاجات كتير قوي قوي اتغيرت. عندك حق، حاجات كتير اتغيرت. خدي قلب امك، خلي دول معاك يمكن تحتاج حاجة. كتر خيرك يا ماما، مستورة لسه معايا قرشين كده تشيلهم من قبل ما. ورحمة أبوك، ورحمة أبوك وغلاوتي عندك، لو كنت بتحبني ما تكسف إيدي ولا تكسر بخاطري، خدهم بقى. شكرا ماما. يلا سلام يا حبيبي. السلام. خلاص يا منيرة، أنا نويت أوقف نشاط المحل بقى وأقعد على مكتب كده وألبس بدلة وأتأنتج وأنفض من على كتافي بقى تراب العطارة دي. طب ده يا أخويا ده المحل يساوي شيء وشويات. محل إيه بس يا بنت الناس؟ أنت عارفة صاحب المحل ده من بعد بابوكي ما مات وهو جاي عمال يزن عليا وسايق عليا العوج وعايز يزود الإيجار يخليه 10,000 جنيه. إيه؟ 10,000 عفريت يركبوه؟ ده غير القواضي اللي رفعها عليا وانا عمال ادفع في اتعاب محامين. انا شايل من عليكم هم وبلاوي كتير وما انتوش داريين. اقول لك ايه، كتر خيرك يا اخوي، بس انا قلت المحل يعني يطلع لنا منه لقمه حلوه. لقمه حلوه؟ لقمه حلوه كانت زمان خلاص خلصت، القطه كلتها وجريت على 7 سطح. بقول لك ايه يا منيره اختي اشقيتي حبيبتي، ما تيجي كده القرشين اللي انت ورثتيهم عن ابوكي وانا القرشين بتوعي ونحطهم على بعض كده ونعمل مشروع حلو ويبقى زيتنا في دهنا. لا يا اخوي، خلي زيتك بعيد عندي. ايه، انا ما صدقت جمعت مبلغ قلت احطهم في البنك يطلع لي منهم ريع، او يمكن اعمل لي مشروع صغير كده اعيش منهم انا والعيال. ما انت عارف شلبي جوزي ايدك منه والقبر. ده هو القبر نفسه. عموما يا حبيبتي انا كان غرضي خير انك تشفطي بطنك معايا ونعدي. عدي يا اخويا لوحدك، انا غلبانه ومش قد المغامرات بتاعتك دي. ايه
السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. زكريك وعامله ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. عرفت اللي عمله محمد؟ ايوه يا ستي. مش انا قلت لكم انه كويس؟ وياما حاولت اثبت لكم، ما حدش فيكم كان بيصدقني. فعلا يا بنتي محمد ده حظه الله، بس خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. يا بنتي يا حبيبتي ان شاء الله ربنا هيعوضك باحسن منه. وليه احسن منه يا ماما؟ ما هو لسه موجود. وهي بقى الناس هتنسى ان اخوه رد سجون؟ طب واحنا مالنا ومال اخوه؟ المهم ان محمد اثبت انه انسان كويس وشاطر في شغله. وبعدين طب ما كل عيله فيها كويس وفيها الوحش. انا عن نفسي بحبه وبحترمه من يوم ما شفته وبعتبره بالظبط زي ابني. معاك حق يا بابا. وبعدين ما ينفعش اخوه يغلط وهو يتحاسب بذنبه، ده حتى ما فيش في القانون حاجه بتقول كده. الشاي يا سيده، ما تيجي نخش جوه. نخش فين يا راجل؟ وابنك اللي زي الشحت ده اللي قاعد في اوضته. واحنا مالنا وماله؟ احنا عرسان جداد بقالنا كام شهر. قلت لك مش هتلمسني ولا تيجي جنبي طول ما ابنك قاعد معانا في الشقه. وبعدين بقى انا مش عارفه اخد راحتي في بيتي، مش عارفه البس اللي نفسي فيه. ما هو ابني برضه يا سيده، يعني ارميه في الشارع؟ يعني جاي منين يا اخويا؟ يعني جاي من بلاد بره؟ ده جاي من السجن يا عينيا. خلاص بقى يا سيده مش كده. اوف بقى العيشه اللي اتطهق دي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا سيده. سيده قومي اعملي كوبايه شاي بلبن. سيده دلوقتي مرات ابوك، وبعدين انت خارج بلحمك كده ليه؟ اخسر نفسك يا ابني. فين لحمي ده؟ دي فلانه حمالات زي اللي انت لابسها بالظبط. انا حاجه وانت حاجه، وبعدين اخسر نفسك، انت مش عايش لوحدك هنا في البيت. خلاص خلاص. الله نديني صدرت نفسي وما تزعلش مني. خلاص انا اسف. انا مش زعلان، الدنيا هي اللي مزعلاني، مش عايزه تصالحني. تصالحك اكتر من كده يا راجل، ده امي ماتت من هنا وبعدها بكام شهر رحت اتجوزت، وكمان اتجوزت مين؟ السيده اللي بتخدمنا. يا ابني سيده دي بنت غلبانه وجوزها متوفي وما بتخلفش. وماما اللي دمها لسه ما بردش، اذا بقى بعد ما تموت تتجوز عليها. يا ابني انا راجل عجوز وعايز اللي تخدمني وتساعدني، وسيده دي هي اللي قاعده معانا في البيت وحافظانا، وما ينفعش واحد زيي في عز سن نضوجه يقعد مع بنت حلوه صغيره من غير جواز. الناس هتقول علينا ايه يا ابني؟ انا مش فاهمك، هو انت الراجل اللي عجوز ولا اللي في عز سن نضوجه؟ انت مش لاقي كلام تقول، بس في الاخر اتجوزت سيده وخلاص. اللي حصل حصل يا ابني، وبعدين ما تقلبش عليا المواجع، كفايه اللي انا فيه. مالك يا بابا؟ اشكيلي، انا ابنك حبيبك. لا ما تقلقش يا ابني، بس انا نفسي افرح بيك واطمن عليك بدل ما انت قاعد مكمكم كده في اوضتك. عايز تفرح بيا وتجوزني ولا عايز تهوي الاوضه وتطفشني؟ الاثنين، وانا عارف ان قعدتك هنا هتطول، وانا متجوز واحده غريبه غير امك. بابا هو انت متضايق ان انا قاعد معاك هنا؟ لا يا ابني انا مش متضايق ولا حاجه، بس مش واخدين راحتنا، وعايزك تدور لك على حته تانية تعيش فيها، وانا برضه يا ابني هبقى اسال عليك. فيك الخير يا بابا، واضح كده انك بتطردني. بس اوعى تنسى الشقه دي باسم امي وانا ليا فيها اكتر مليك. معاش ولا كان يا ابني اللي يطردك، بس انا راجل عجوز وايامي في الدنيا معدوده دلوقتي، لكن انت شاب دلوقتي تقدر تعافر وتلاقي سكن جديد. شاب مين يا عم الحاج؟ ده انا عجزت وشبت، ده انت فيك صحه وحيويه اكتر مني. الله اكبر، انت هتقر عليا يا سيده. ولا اقر يا سيده. يا رب ادينا صحه زي صحتك بس. مبروك يا محمد. مين معايا؟ انا ريهام. انت مسحت نمرتي ولا ايه؟ لا ما مسحتش النمره ولا حاجه، انا بس ما صدقتش. يعني انت مبسوط ان انا كلمتك؟ يعني طيب لو طلبت منك اني اشوفك ده هيفرحك برضو ولا هترفض؟ لا ممكن، على الاقل اطمن عليك، احنا في بينا عشره برضو. طيب ايه رايك بقى لو نتقابل النهارده في المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره؟ ماشي. اوكي باي. مش مهم انا شايف نفسي ازاي، المهم الناس يا ماما، الناس اللي شايفاني رد سجون وصاحب سابقه. ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك يا حسام. وافرضي ما ظهراش، هروح فين انا بقى؟ اعمل ايه؟ ان مع العسر يسرا،
وبعدين ربنا عارف انك انت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك ان شاء الله. سامحيني يا ماما، بس انا على اخري، على اخري ومخنوق، والله العظيم مخنوق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا عاوزاك يا حسام تصبر وتتفائل وتدور على شغلانه تطلع فيها طاقتك كلها، بدل ما انت قاعد تندب حظك وتبكي على اللي فات. يا ابني اشتغل ايه بس يا ماما؟ اشتغل محامي يا حبيبي. بالبساطه دي يا ماما، محامي مره واحده، لسانس الحقوق اللي انا واخده من كليه شرطه ده اقابله واشرب ميته. انا عندي سابقه رد زبون يا ماما، للمره المية بقولها لحضرتك، انا مش سايب الخدمه بمزاجي، ما ينفعش اشتغل محامي. طب ما تبص لنص الكوبايه المليان وافتكر قبل ما تكون رد زبون كنت ضابط شاطر وليك خبرتك اللي تتاقل بالذهب. ما اظنش يا ماما. صدقني يا ابني، زي ما وقعت لازم يكون عندك الاراده اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل. وانا هقوم، بس هقوم اطلع اوضتي عشان انام واحاول انسى، احاول انسى، دماغي هتفرقع. لا قوه الا بالله العلي العظيم. ازيك يا محمد؟ انا تمام زي ما انت شايفه كده. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويس. لو سمحت تشربي ايه؟ اي عصير. طمع يا فندم. اتنين برتقان ولا عايزه حاجه تانية؟ انت عارف انا بحب البرتقان. اتنين برتقان تحت امرك. انت زي ما انت، ما اتغيرتش. ده من بره بس، بس انا فيها حاجات كتيره قوي اتغيرت. يا ترى ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك؟ شغلي، اهتمامي بيهم، حاجات تانية كتير. المهم تكون عايش مستريح. واضح ان مفيش راحة في الدنيا اللي احنا فيها دي، ومش كل اللي بنتمناه بنطوله. لا ممكن نطوله، بس لو اصرنا عليه صدق. ساعات الاصرار ده بيبقى جزء من المشكلة، وفي معظم الوقت بيزودها اكتر. بدأت لما فرجت يا محمد، وبعدين ما انت اهو لسه عامل عملية ناجحة كل الناس بتحكي عنها. اتفضل. عيد ميلادي كمان يوم. اكيد فاكر. بجد؟ انا لا يمكن انسى اليوم اللي اتولدت فيه اجمل بنت في العالم. وحشني كلامك ده، هيشجعني اعزمك تيجي تقضي معايا عيد ميلادي. مش هينفع، عشان الظروف اللي احنا فيها، وكمان عشان باباك ومامتك ما يتضايقوش. وايه اللي هيضايقهم؟ احنا مهما كان صحاب ومفيش بينا غير كل خير. ممكن كمان تجيب شاهين ده معاك لو حبيت. ربنا يسهل حسب الظروف. ايه يا باشا، تحت امر سعادتك. ماشي يا باشا، مسافه السكه، مع السلامه. طب انا لازم امشي عشان عندي اجتماع مهم. هشوفك تاني حسب الظروف. لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك يا سيد يا ابني؟ مش عارف يا بابا، انا كل ما احاول اقرب من شاهين ده بقت بتبعد عني وبتصدني، ما بقتش عايزه تتكلم معايا، وانا عملت معاها كل الطرق وبرضه مش نافع. يا ابني يا سرى، شاهين ده دي بني ادم حساسه، واللي حصل بينكوا ده هز العلاقه. يا بابا العلاقه اللي بيني وبينها اتدمرت، ما تهزتش. دي ما بقتش طايقه تبص في وشي. ده دليل انها بتحبك. كانت، لكن دلوقتي بقيت احس انها بتكرهني، وللأسف السبب في ده أمي. هي اللي فضلت تزن عليا لحد ما خليتني أخرب بيتي بإيدي. بابي أنا كنت عايز أطلب منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. بص بصراحة كده، أنا عايزاك تكلم محمد وتعزمه على عيد ميلادي. معقول يا ريهام؟ إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ عشان خاطري يا ماما. إزاي بس بابا يكلمه بعد كل اللي حصل ده؟ محمد معقولة يرضى يجي؟ لو شاريني هيجي. ولو ما جيش؟ اوعدك ساعتها ان انا هقفل صفحته دي خالص، بس ساعتها هكون ريحت ضميري من ناحيته وعملت اللي عليا. حاضر يا ستي. ايه ده؟ انت كمان هتطوحها؟ خلينا اريح اما اشوف اخرتها ايه معاه. الو. ايوه يا محمد.
أنا اللواء هاني البابول. إزيك يا إيبو؟ في الحقيقة أنا بكلمك عشان أعزمك على عيد ميلاد ريهام. أتمنى أشوفك ليلتها يوم الخميس الساعة 7. مع السلامة. ارتحتي يا ستي؟ آخر راحة يا أحلى بابي في الدنيا كلها. بنتك دي بكشة بكش؟ بس طيبة ودمها خفيف. يا سلام، ما فيش يعني بوز المامي؟ لا مامي حبيبتي. حبيبتي. اتفضلي. وبكرة الصبح إن شاء الله تعدي على محكمة جنوب عشان تشوف تقرير الخبير وصل ولا لا. وبعدين تعدي عليا في المكتب ضروري بدري عشان أنا عايزك. حاضر. معلش إحنا تعبناكي شوية. أنت عارفة إن الأستاذ علاء في إجازة. لا أبداً، أنا مبسوطة إني مشغولة لأن الشغل شغلني عن حاجات كتير قوي كانت تعباني. معاكي حق. وأنا كمان زيك بالظبط. لولا الشغل كنت تعبت كتير جداً. أصل المرحومة مراتي ماتت وسابتني لوحدي من غير طفل يونس وحدته يسليني. لا الباقية في حياتك. وحياتك الباقية. مع إنها جاية متأخرة. المرحومة مراتي ماتت من 4 سنين. وسابتني لوحدي والوحدة هتقتلني. ربنا يعوض على حضرتك إن شاء الله. بس أنا حاسس إن ربنا هيرزقني قريب بالإنسان اللي هتريحني وتسعد قلبي. طيب أنا لازم أستأذن علشان لازم أروح القسم لأن في موكل هيتعرض على النيابة المسائية ولازم أكون موجودة. اتفضلي، بس خلي بالك من نفسك وأرجوك متتأخريش زي ما قلت لك عشان أنا بقلق عليك أوي. لا حضرتك ما تقلقش خالص، أنا واخدة بالي من نفسي كويس أوي عشان خاطر ابني اللي بربيه. عن إذن حضرتك. ما تشيلش هم يا حسين، ان شاء الله ربنا فرجه قريب يا رب. بص لو ما لقيتش شغل اشتغل حر، الشغل الحر مفيش احسن منه. بأمرت ايه الملاليم اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمى الله يرحمها وقبليها مجوز شاهد وبعد كده الشقه وتشطيب الشقه والفلوس اللي معايا ما تعملش حاجه. ربنا بكره يدبرها ان شاء الله يا حبيبي. وحتى لو ما لقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها. تحت امري في اي حاجه تطلبها ازاي يعني؟ فلوس توصلي؟ اه يا حبيبي، هو مش انا وانت واحد؟ استنى ماما. لا يا شاهد، انا وانت مش واحد، احنا اتنين. انا حسام اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليكي وجوزك وكنت بتقعدي على رجله زي ما كنت بتقولي. ما ينفعش تقولي لي كده وعيب. انا هقوم عشان شكلها بتخرف. دي كلمه برضه تقوليها له؟ هو انا قلت ايه غلط يا ماما؟ انا قلبي عليه، وبعدين بقى هو انا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ خلاص يا جماعه سيبوه يهدى شويه، مهما كان برضو الله يكون في عونه يعني. يا رب هون عليه يا رب. بقول لكم ايه؟ انا ليه وهاني كلمني وعزمني على عيد ميلاد ريهام. مش عارف بفكر اروح. ما تيجي معايا يا شهند. انا في ايه ولا في ايه يا محمد انت كمان؟ تعالي معايا ما تبقيش رخمه بقى. روحي روحي مع اخوكي، ما تسيبوش يروح لوحده. والله يا رب. البيع في حياتك يا ام منصور. حياتي؟ والله ما انا عارفه بقيت حياتي متداري فيها ايه. كل خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا طاهر واحنا بقينا ولايه من الراجل يحميني؟ الحامي ربنا يا ست الناس. ونعم بالله. بقولك ايه، فيه مشوار عايزك تبقي معايا فيه بكره الصبح. مشوار؟ مشوار ايه دي؟ مشوار مهم وبكره الصبح هتعرفي كل حاجه. طب ما تقول دلوقتي. ده انا لو قلت حاجه تتقطع فيها رقبتي. للدرجه دي؟ واكتر كمان يا ست الناس. تعملي ايه هنا يا سيده؟ هكون بعمل ايه يا اخويا يعني؟ تعبانه وهلكانه من الصبح بنضف في البيت. ربنا يقويك يا سيده. السلام عليكم. يا بابا يا سيده. قاعدين في اوضتي بتعملوا ايه؟ بس السيده بتنضف لك الاوضه يا ابني. بس ما تتعودوش على كده، انا مش هقدر اخدمكم انتوا الاثنين. انا من هنا ورايح يا اخويا، عايزه اللي يخدمني. ليه خدت القرار هتحضري الدكتوراه ولا ايه؟ لا يا اخويا، اصل انا تعبانه من الصبح ورحت المستوصف اللي جنبنا. ليه؟ كفالة الشر يا سيده. هتبقى اب يا سيزينهم. بس ازاي ده حصل؟ هيكون يعني ازاي يا سيزينهم؟ الله ما تكسفنيش بقى يا اخويا. انت مش قلت لي ان هي ما بتخلفش؟ وهي حصلت المعجزه والحمد لله، ربنا اراد ان انا ابقى ام. يا ما انت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. ومعجزه؟ لا دي المعجزه دي حصلت علشان انا بقى.
عشان تجيب لنا حته عيل يدخلني الجيش ويبقى جيش وسجن. بقول لكم ايه، الواد ده لازم ينزل. ده على جثتي، هو ايه ده اللي ينزل؟ ده ابني، ده نايل اللي بتمناته لعمري. اخص عليك يا عصام، ده بدل ما تفرح بالعيل اللي انت هتربيه. يا عم الحاج يا رب نين، انا عارف اربي نفسي. انا خلاص كبرت يا ابني، والعيل ده لما هيجي انت اللي هتربيه، انت لسه شباب. طب انا عندي حل احلى، انا هموت بدالك وامي يجي انت تربيه. وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياتي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح، وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكله انها قطع عندنا بس، والمصيبه ان احنا مش عارفين لها سبب. بصراحه هي اول مره تعمل كده. على العموم لو ما جتش لغايه بالليل انا هتصرف. ماشي لما نشوف اخرتها. سلام. ماما انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب والحل؟ ده انا حالي واقف، لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قولي يا حبيبي الحقنا. نروح نقعد عند اخت ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه. يا طنط احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق، مفيش حل غير ده يا ماما. ها قلتي ايه؟ أمري لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. شاهين ده ما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك. انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب وتوديه حضانه ليه؟ تخليه قاعد معانا. هو انا فاضي يا حسام؟ يا ستي انا فاضي، موريش حاجه. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل انها تربي طفل تاني من اول وجديد. عندك حق. ساهر بيسال عليكي؟ بيكلمني عايز يتفاهم معايا، بس انا بقى اللي رافضه اي تفاهم. عشان ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكم طفل. والله يا حسام ساهر ده اكتر انسان انا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وانا بقى خلاص عايزه اربي ابني وبس، ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطره. انا بس نفسي تسمع. يا حسام لو سمحت اجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لان انا لازم ارجع المكتب. انت عندك شغل؟ انا اسف، انا اسف، ما اعرفش والله ان عندك شغل، سوري لو عطلتك يعني. طيب هنزل على تحت واخش على فوق. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟ ايوه. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب 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 دياب، مش مصدق عيني. صدقي صدقي انا عايش موت مش موتر. انا في حلم ولا في علم؟ احمدك يا رب احمدك يا رب. اجدي يا طاهر، حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمة؟ اني عبد المأمور. اطلع انت برا دلوقتي، ولما عاوزكم هندهلكم. تعوزني؟ تعوزني ازاي يعني يا سيدي؟ يا ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اختار ليك يا سيدي اجده. كان لازم اقول لك ايش؟ عشان كل حاجه تبان بحقه حقي. انت حركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، طمنيني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي أنا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تيت. حقك عليا حكمة، في حاجة لازم تعرفيها ومفيش وقت نضيعه. خير يا سيدي؟ أنا ليا فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما أفهمش في الشغلانة دي. اطمني،
المحامي هيقول لك على كل حاجة اللي هنا واللي هناك. أيوة بس أنا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش أتكلم لغات. هيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، موضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من أصل عربي. لازم أنا اللي أقوم بالمهمة دي؟ أنا هبقى لوحدي وما عرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك. بعدين أنا ما أقدرش أعتمد أي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجة تاني. إيه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهادة وفاة وتمشي لي في إجراءات الورث عشان ما حد يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي. حكمت المبلغ كبير قوي، دول 50 مليون دولار. افرح يا إيمان، لقيت لك المحل اللي بندور عليه. انت بتتكلمي جد؟ حته محل واخد ناصيه بجنن ومساحته معقول، وصاحب المحل طالب فيه شهر مقدم وشهر تامين، يعني يا دوب نخش نعمل شويه الديكورات ونجيب الاجهزه ونشتغل بقى. هو ده الكلام يا منيره. الحمد لله. اهلا اهلا. ازيك يا منير؟ ازيك يا طنط؟ اتفضل يا روح. ميرسي يا بابا. ألف مليون مبروك. إلهي ربنا يا رب يفتحها عليكم كده، بس شدوا حيلكم وافتحوا بسرعة عشان أبقى زبونتكم. أنا ناوية إن شاء الله أجي أريح دماغي من البهدلة دي وأعمل عندكم مونوكير. يا ريتك كنت بتتعبي في شغل البيت زي ما بتتعبي في المانيكير. جرايا يا ست إيمان، مالك مش طايقة لي كلمة وعلى طول قرشة ملحتي؟ عموما يا ستي أنت حرة، أنا كنت بس عايزة أنفعك وأبقى زبونة. أنت تبقي زبونة عندنا؟ لا لا لا، إحنا هنختار زبايننا بنفسنا. لا والله. ماشي يا إيمان. اقول لك حاجه، انا رفت. اوعى انت كمان عليها منك ولا من اختك. ايه يا امان، على فكره اسلوبك بقى مستفز قوي. ماما ننزل اكمل بيت الماتش على الكافيه، اكرم لي. طيب يا حبيبي بالسلامه. ايه يا ايمان اللي انت عملتيه ده؟ انت احرجتيهم قدامي، ما يصحش. هو انت فاكره ان دول بيحسوا؟ ده انا اتبليت بيهم من يوم ما الميه اتقطعت عندهم في العماره. لدرجه احنا اتقال عليك يا ايمان؟ لا يا ماما ما تقوليش كده يا حبيبتي، ده انت على راسي من فوق. بس انت عارفه ان عمر ومراته الجاموسه دي ما بيحسوش. المهم قولي لي احنا هنروح نبص على المحل امتى؟ من بكره لو عايزه. يلا يا حلوه بقى عشان تدفي الشمع. استني شويه يا ماما، محمد لسه ما جاش. وانت لسه عندك امل انه هيجي؟ اه. يا حبيبتي ما تنسي بقى، انت عزمتيها لعيد ميلادك وهو ما جاش، يعني هو كمان شال الموضوع من دماغه خالص. وانت وعدتيني يا حبيبتي انك لو عرفتي انه نسي انت كمان بقى هتنسي. اهلا وسهلا بالبطل الهمام. نورتي هند يا بنتي. ميرسي يا عم. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا محمد. كل سنه وانت طيبه يا ريهام. وانت طيبه يا شهند، وحشتيني. وانت كمان. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ازيك يا شهنده؟ الحمد لله يا طنط. مش يلا بينا بقى نحتفل ونطفي الشمع ولا ايه؟ اه يا ريت عشان انا مستعجل. يا راجل انت لسه قعدت؟ احنا بقى لنا كتير قوي ما شفناكوش. انتوا لازم تقعدوا معانا شويه، ولا انتوا جايين بقى تاخدوا نصيبكم التورته وتمشوا على طول؟ معلش سعادتك، عندي اجتماع في الاداره ولازم الحق. يعني مش هتقعد معانا؟ لا، انا جاي اقول لك كل سنه وانت طيبه وماشي. ازيك يا فؤاد بيه؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربيه يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمه عشان توضح لي حاجه. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشره اللي بيننا والعيش والملح انا واقع في عرضك ومحتاج شغل، اي شغل. امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزني اسلم القط ومفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا انا اسف، انا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك ولا يهمك. الله يهمك. مش ممكن اساعد حضرتك باي حاجه؟ ممكن. امورنا فين؟
ادعي لي يا ابراهيم، ادعي لي في رجعي. ربنا معاك يا فندم. اصيل يا ابني. ابراهيم روح شوف هتلاقي ايش. روح بعد اذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس زي ما اكون جربة. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي معارفي مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجأة ولا كأنهم يعرفوني ولا يعشروني. تخيلي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. تخيلي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالي على نفسي. ما تقولش كده يا حسام بقى، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقه يا امي، دي الحقيقه. ده انا مقهور قهره والله يا ماما، مقهور قهره، صبر على نفسي قوي. دي امانه في ايديك، خلي بالك مني ما تسيبهاش لحظه واحده. ما توصينيش يا سيدي، الست حكمت دي امانه في رقبتي. المحامي هيكون في المطار، هو اللي هيدلك على طريق البنك، ولما تستلم الباسبور هاتهولي عشان اعمل لك فيزا. يا سلام عليك يا سيدي الناس، اهو كده هو ده الشغل ولا بلاش. بالاذن. انت ليه يا سيدياب ما خلتنيش اسافر بلاد بره مع ام منصور بدل طاهر؟ طاهر اللي غريب عنينا، ولا انت مش مأمن لي عاد؟ عيب عليك يا وهدان، عيب عليك، ده انت دراع اليمين. وبعدين طاهر رايح مع ستك حكمت خيال مآتي، انا بحاجتك هنا، انا هفتح شركه وعاوزك تكون شريك معايا فيه. انا شريكك؟ وهدان انا مين دلوقتي؟ سيدي دياب. لا، دي ابو محمود المستثمر الجنوب افريقي، يعني اذا عاوز اعمل اي حاجه هنا لازم ان يكون معايا شريك مصري، ده القانون هنا. يا حلاوه يا ولاد، سيدي دياب انا هبقى صاحب شركه ورئيس مجلس اداره كمان. لا ما دام الحكايه دي خلي طاهر يسافر، ده انا هبقى رئيس مجلس اداري. ايه رايك يا رئيس مجلس الاداره تروح تعملوا لنا كاسين؟ رئيس مجلس إدارة وأعمل كاسين؟ ده أنا هعمل ستة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرسي مرسي، أسفة جدا لو كنت عطلتك لما كلمتك وطلبت قبلك النهاردة. بالعكس بقى، أنا مبسوطة جدا إن احنا اتقابلنا، بس عايزه افهم ليه المكان ده بالذات اللي طلبتي نتقابل فيه؟ اصل ليا ذكريات حلوه فيه مش عايزه انساها. ده المكان اللي كنتي بتتقابلي فيه انت ومحمد. بصراحه وقلت يمكن ده يشجعني افتح معاكي الموضوع. اكيد طبعا، بس ايه هو الموضوع؟ شاهده انت زعلانه مني علشان انا فسخت خطوبتي مع محمد وبعدت عنكم في عز ازمتكم. بالعكس، اي حد في مكانك انت واهلك كان لازم يعمل كده، بالذات ان باباكي مركزه حساس، واللي حصل لنا يعني كان حاجه تقطم الوسط. انا ضميري بيأنبني قوي مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟
اخر مره في يوم عيد ميلادي حسيت ان محمد متغير معايا ومش زي الاول. وانت يعني يا ريهام عايزاه يبقى زي الاول؟ يا ريت، عشان كده انا كلمتك النهارده، يمكن تساعديني. اساعدك في ايه؟ شاهندة، هو محمد دخلت حياته واحده تانية؟ يعني خلاص نسيني؟ ضحكتيني وانا ماليش نفس اضحك. ايه اللي بيضحك في كده طيب؟ عشان شكلك كده لسه معرفتيش محمد اخويا كويس. طب عرفيني. بص يا ريهام، لما ماما ربتنا انا واخواتي ربتنا على الكرامه وعزه النفس وحب الناس، عودتنا ازاي ندي وما نستناش ان احنا ناخد. بس ايه علاقه ده بموضوع؟ ما هو ده اساس موضوعنا، لان اللي يحب لا يمكن يكره، ولما يزعل ما يقدرش يقسى على حبيبه ولا ينساه. يعني انت شايفه ان محمد لسه بيحبني؟ ده بيموت فيكي، والا ما كانش جه عيد ميلادك وفتح معاكوا صفحه جديده. يا بنتي ده اخويا، ولو الموضوع مش في دماغه كان طنش خالص. طيب انا عايزاكي بقى تحركي كده يجي قبل بابا وماما تاني. قبل ما يكلم بابا وماما هما رايهم ايه؟ ندمانين على اللي عملوه معاه، ولو جه طلبني منهم مش هيرفضوا طلب. وايه اللي خلاهم يعني غيروا رايهم كده؟ لان انا مصممه عليه. بعدين هما كمان حسوا ان هما خسروا البنتهم، ولد ابن ناس وشجاع. بعدين ده كفايه العمليه الاخيره اللي عملها، الجرايد كلها بتتكلم عليه. يعني انت واثقه ومتاكده ان محمد هو الراجل اللي انت عايزه تكملي مع حياتك؟ ايوه طبعا واثقه. هتساعديني بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هساعدك. انا عايزاكي بقى تكوني مطمنه على الاخر. انا مطمنه، والا ما كنتش كلمتك. ممكن بقى تسيبيني اشرب القهوه اللي انت هتدفعي ثمنها؟ ايوه طبعا. احنا جايين مخصوص هنا عشان عاوزين ناسسوا شركه، انا وصاحبي الاستاذ وهدان الدهشان. يا اهلا وسهلا يا استاذ وهدان. اهلا بك يا ميت. وحضرتك ما اتشرفتش باسمك. انا ديابو محمود من جنوب افريقيا، وناوي اعمل استثمارات كثيره في مصر. مصر نورت. بس انت مش ملاحظ انك تتكلم عربي كويس قوي؟ لقوا ايه؟ صعيدي لبلب. انا ابويا من جنوب افريقيا، وامي من جنوب مصر، من جنة، يعني مصري زي. يا اهلا بيك. سيدي دياب، قصدي الاستاذ ديابو. الاستاذ ديابو متربي ما بين جنة وجنوب افريقيا. قول لي يا استاذ دياب، الورق بتاع الشركه هيبقى بالرقم القومي ولا بالباسبور؟ بالباسبور الاجنبي. ما انت عارف المستثمر هنا له تسهيلات كثيره قوي، وحرام التسهيلات دي تروح علينا، ولا ايه يا متر؟ عيني العقل. وان شاء الله نشاط الشركه ايه؟ الاستيراد والتصدير فيما يرضي الله ان شاء الله. تمام تمام. عموما هنحطوا بينكم شويه اوراق، واول ما هتجيبوها هنخلص اجراءات كلها وتبداوا نشاطكم باذن الله. على بركه الله. ازيك يا حسام، عامل ايه؟ ايه دول يا محمد؟ ولا حاجه، انا كنت جاي اشوفك بس ما لقيتكش. مش عاوز حاجه، انا رايح الشغل. استنى بس، ايه دول؟ ده مبلغ بسيط كده، انا عارف ظروفك اليومين دول. ايه حصلت يا محمد؟ يا حسام في ايه؟ ده احنا اخوات. ده انت ياما وقفت جنبي واديتني فلوس، انت ناسي؟ ما تبقاش حساس كده. استنى محمد، عايزك محمد يا محمد. من دهلك في ايه؟ الله، ما تستنى يا اخي. يا حسام انت متعصب كده ليه يا حبيبي؟ مش عايز نتعصب، وانت جاي ترمي لي قرشين بعد ما كنت بديك المصروف. يا حسام احنا ظروفنا كلها دلوقتي اتغيرت. وانت بتعايرني بظروفي بقى. معاش ولا كان يقول كده يا حسام؟ يا حسام محمد ما يقصدش ان هو يضايقك. يا حسام يا حبيبي، اخوك بيعمل كده عشان المفروض كلنا نقف جنب بعض في المحنه دي. يا حبيبي انت اخويا الكبير، ولو ما وقفناش جنبك دلوقتي هنقف جنبك امتى؟ يا عم انا مش عايز حد يقف جنبي، مش عايز حد. انت ليه حسام رافض اننا نساعدك؟ مش عايز مساعده من حد. يا حسام انت في محنة واكيد محتاجنا جنبك. انا مش محتاج حد ومش عايز حد يطبطب عليا. يطبطب ده ايه؟ انت ليه بتحسبها كده يا حسام؟ لانها ملهاش تفسير غير كده يا ماما. يا حبيبي يعني لو حد فينا وقع وقع، مش المفروض ان احنا كلنا نقف جنبه؟ انا بقى مش عايز حد جنبي، ومن بكره اروح شقتي واقعد لوحدي. ده كلام يا ابني، تقعد في شقتك لوحدك وانت في الحاله دي؟ انا مش عايز اشيل هم حد ولا حد يشيل هم يا ماما. طب خلاص يا حسام، اقعد في اوضتك لوحدك ومحدش فينا هيزعجك، بس خليك معانا والنبي. اوه بقى. لا لا لا، اخوك حالته صعبه قوي. خلاص يا جماعه، محدش عنده، هو متعصب كده. يعني ايه يا محمد؟ هنسيبه ينفذ اللي في دماغه؟ لا مش هنسيبه، بس نسيبه يهدى ومحدش يضغط عليه، واحنا من الوقت للتاني ده ما نشقر عليه. عشان انت يا ابني انا خايفه لا يعمل في روحه حاجه. لا ما تخافيش يا ماما، حسام عاقل وعارف حدوده كويس قوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله، ايه الزياره المفاجاه دي؟ كنت بشتري شويه حاجات، قلت عدى عليك نروح سوا. لا انا مش هروح دلوقتي، عندي شويه نعناع كده عايز افركهم وبعدين بروح. من كتر الزباين قوي عاوز تفرك لهم النعناع. ما شاء الله بينا نروح.
عندك كلمة حلوة قوليها، مش عاجبك اتفضلي توكلي على الله. عندي كلمتين حلوين. هو انت مش كنت ناوي تغير المحل وتقلبه كافيه؟ اه. طب ايه اللي معطلك بقى؟ ما ان شاء الله نتكل على الله. لا ليه؟ انا عندي فكره بقى انقح من دي، هتخليها بقى نشط بطننا ونعد الست صفار. يا لهوي فكره ايه؟ هسيب المحل كده لصاحبه واخد خليه ورجلي مش اقل من المليون جنيه ووقتي. مين يا اخويا اللي معاه المبلغ ده؟ عندي اللي يشيل حالا وعلى الترابيزه. ايوه منير، بس انت هتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ ايه اللي اعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ انا هاخد المبلغ ده وبعدين اخد نصيب ابويا في المراس ونصيب معتز الله يرحمه ويحسن اليه برضه في المراس، واخدهم كلهم كده واروح اشارك واحد في الكباريه. كباريه؟ ايوه كباريه، شغله كلها روشانه وقلاقه ونظافه. اه منير بس ده كباريه، معقوله انت تبقى صاحب كباريه يا اخويا؟ والنبي بس ما تقطعيش، ادعي بس ربنا يثبت اقدامنا على وقت الكباريه ده، عاوزين نربي ابننا بقى بالحلال. اللي هم البيت امه وراح يعيش في بيته في مساكن الضباط. جهز نفسك واستنى مني اشاره عشان لازم نزوره وزياره قريبه كمان. امرك يا كبير بالاذن. Thank you.
لو لعبتوا قدام الباب تاني هقطع له الكرة دي، سامعين ولا لا؟ يلا بره. يا ريت العقد بقى يبقى جاهز بكره الصبح، وبرق الكوافير طبعا مش هوصيك يا متر. متشكره قوي، الله يبارك فيك، مع السلامه. يا ماما ايه الحقيقة؟ مالك يا حبيبتي مخضوضه كده، في ايه مالك؟ في واحد زعق لنا ورمى مننا الكرة وكان ماسك في ايده مسدس وكان عايز يموتنا. مين المجنون ده؟ ده اكيد واحد مجنون يرفع مسدس على بنت صغيره. تعالي هنا وريني بيته فين. طب استني، طب هاجي معاكي. ايمان دي انسانه غريبه بتدور على المشاكل بملقاه. مدي شويه علوك. اني شقه هي دي يا ماما؟ متاكده يا لولو؟ ايوه هي دي. في ايه مال؟ مالها الشقه دي؟ الشقة دي بتاعت حسام الهلالي صاحب معتز الله يرحمه، بقاله أكتر من 3 سنين مش عايش فيها. مفيش مشكلة، ما هو ممكن يكون بيأجرها. غرف الإيجار. احنا بقى هنفضل كل الشغل. حسام؟ ازيك يا مان؟ وازاي ملك؟ مالك كانت كويسة لحد ما حد فتح لها الباب وخوفها. هي بسم الله ما شاء الله كبرت بقت عروسة. ازيك يا ملوك؟ ابعد عني يا وحش. حبيبتي انا مش وحش، انا انت خايفة مني ولا ايه؟ ولا طبعا خايفة، دي طفلة وانت طالع لها بالمسدس وبترعبها، عايزة تعمل ايه يعني؟ ما تخافش. بس يا عمر، ده عمر اخويا. اهلا وسهلا يا استاذ عمر. انت وصلت امتى؟ وان جيت الحق انا وصلت وما وصلتش. بص بقى ملوكه، مش عايزك تزعلي مني، انا اسف، انا كنت متغاظ عشان انتوا بتلعبوا كوره من غيري، كنت عايز العب معاكم فخرجت زعقت، والمسدس ده لعبه، هجيب لك واحد زيه طلع باي. ايه رايك؟ خلاص صافي يا لبن. بوسه بقى بتشوق احلقه عشان خاطر عينيك يا احلقه.
مش عارفه يا ماما، من ساعه ما شفت حسام الحاله اللي هو فيها وانا مش عارفه افكر في حاجه غير. يا حبيبتي كل واحد عنده هموم من مكفياه، وبنتي لسه قايله لي ان هو كفينا الشر لسه طالع من السجن، ودي تجربه صعبه على اي حد. ما هي علشان صعبه على اي حد يا ماما، انا مش فاهمه ازاي مامته واخواته سايبينه لوحده. يمكن هو اللي عايز يقعد لوحده. ما حتى لو عايز يقعد لوحده يا ماما مش المفروض يسيبوه دلوقتي. شكلنا احنا لازم نقف جنبه يا ماما. وانت مالك وانت ناقصه مشاكل، خليكي في اللي انت فيه. اشوف وشكم بخير. ما تنسيش العبايه اللي وصيتك عليه. من عيني وانا البخور وحدتين القماش يا ام منصور. انت تؤمري وانا يا حكمه. ما تنسينيش جرالك يا مره انت وهي، خلوها تتكل على الله. اه اقدر هتفوت الطياره ولا يهمكم، فداكم اي حاجه. تسلم يا غاليه. لا يا حكمه انا في عرضك، ده انت لازم تسافري عشان تدعي لنا هناك. ربنا يحمينا من ولاد الحرام. آمين. معاك حق، أصلهم كتروا قوي اليومين دول. أنت هتقوليلي في ناس ببجحيتهم عاملين فيها بتوع ربنا لدرجة ما تفرقهمش عن الناس الطيبين. أستغفر الله العظيم. ربنا يهديك يا نجيبة ويهدينا جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا حاج. استغفر الله العظيم. حبيبي يا عريان دولار وحشه. صح ادخل اقعد. فين صاحبي؟ ولا بتسال عليا ولا اي حاجه خالص يا عم. انت اللي فين يعني؟ انا لو ما سالتش عليك ما تسالش عليا. تخونك ايامنا الحلوه. ايامنا الحلوه عززني. احنا كنا بنصيف مع بعض في سويسرا. بس اقول لك على حاجه، تخيل الايام دي فعلا كانت احلى ايام. قال انا زي الاهبل كنت بقعد اعد باليوم وبالساعه امتى هخرج، ويا ريتني ما خرجت. اللي جوه احسن من اللي بره. انت ايه يا عم سددها في وشك كده ليه؟ والله يا صاحبي هي اللي سدها في وشي. عارف ده انا من ساعه ما خرجت وانا قاعد عاطل في البيت ولا جالي ولا شغلانه. وانا بقى جاي لك النهارده عشان كده. ايه جايب لي شغلانه؟ شغلانه ده حته الدين. شغلانه لو تمت هتبقى الاشياء بوم بوم. ايه دي في جيبك يا صاحبي؟ ده انا ملمس ارضي وطالبني السركه على الاخر. وانا ما يرضنيش تلمس ارضي. امسك دول. ايه دول يا حبيبي؟ دول اللي هيكهربوك. ايه دول؟ 1000 جنيه عربون. اتفقنا. مش عايز تعرف ايه الشغلانه؟ اه صحيح ايه الشغلانه؟ طب مزور دولار. انت اتجننت يا عريان. انت عايز نرجع السجن تاني برجلنا؟ يا اخي احنا في زمن اللي تغلبه لعبه، وبعدين ده انت كنت هارينا على الحيطان دولارات دولارات رسمي 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 ببلاش. خلاص هنزلها على الورق، وكل ورقه ب 100 اخضر هتاخد قصادها واحده بالمصري. وعلى قد ما تديها تاخد. انت عايز نمشي في الحرام يا عريان؟ عندك سكه تانية نمشي فيها غير الحرام؟ بس مش معنى ان انا ظروفي صعبه ان انا ابيع مبادئي. ومين قال انك هتبيع مبادئك؟ ده انت هتنمي هواياتك. عريان انت اخترت الشخص الغلط، انا مش هقدر اعمل كده. تصدق اروفور. استنى بس يا عريان ما تبقاش حامي كده يا جدع، الكلام اخده وعطى. احنا خدنا وادينا خلاص وانت جبت اللي عندك. طب بقول لك ايه؟ مفيش اي شغلانه ثانيه غير التزوير. تعرف تعمل ايه تاني غير التزوير؟ على رايك انا ما اعرفش اعمل اي حاجه. طب افرض قفشنا يا صاحبي. يا عم وايه اللي هيقفشنا؟ دي حكايه سالكه مسلكه. ها قلت ايه؟ نقرا الفاتحه؟ ها؟ اقرا الفاتحه يا مقدس، انت نسيت ولا ايه؟ ابانا الذي في السماوات والارض لا يتخطى. الظرف دي في كل الورقه اللي هتحتاجيه، وفي 5 شيكات منضيين مني، كل شيك ب 10 مليون، اول ما توصلي تفتح حساب باسمك. في نفس البنك دي؟ في نفس البنك، وبعدها تحط الشيكات دي في حسابك اللي فتحتيه للتحصيل. حاضر. وبعد كده؟ بعدها بكم يوم تحولي المبالغ للحسابات الخمسه اللي فتحناها هنا بس مع ناس تانية جوا مصر. تمام. بس انت مش خايف الناس التانية دي يسرقوا الفلوس؟ ما تخافي شيء، دي شغلانتهم. وبعدين دول بياخدوا عليها عموله، ده لما اضيهم على شيكات بكل المبالغ اللي حياخدوها يدوني الفلوس، اديهم الشيكات وعمولتهم وحبه كمان. حاضر، أمرك يا سيد الناس. حكمة أنا عارف إن الحمل عليك تقيل، بس ده أنا ماليش غيرك. ما تخافش علي يا سيد الناس، أنا أديك عمري كله. أقوم أنا عشان أجهز نفسي للسفر. لا، موعد الطيارة بكرة، أنا مجهز كل حاجة. انت بتخرفي يا شهندة ولا ايه؟ لا انا مش بخرف. ما تفهمني يا ولاد،
هو انا قاعده في وسطكم زي القله كده؟ قولوا ايه؟ اصلي يا ماما يا حبيبتي ريهام كلمتني وترجتني ان انا اقابلها، ولما قابلتها قالت لي احاول اقنع محمد. تقنعيني بايه؟ انك تديها فرصه تانية. فرصه تانية بعد ما اهلها رفضوني يا شهندة؟ وماله يا ابني، مادام البنت شارياك ومقدره ظروفك اكيد هتقنع اهلها. هو ده كلام العقل يا ماما. وصدقني يا محمد انا بنت وافهم مشاعر البنات كويس، ولو بتثق في رايي يعني البنت دي بتحبك وشارياك ومش عايزه تخسرك. سيبكم الكلام ده كله، انا قلقانه على كوكو، انا عاوزه اكلمه في التليفون اطمن عليه. الو. لا يا ماما. ازيك يا حسام يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله اديني عايش. انت ما ترجع يا ابني، تعالى وعيش معانا وطمن قلبي. لا يا ماما انا مرتاح كده لوحدي، كفايه اللي حصل. يا ابني انا قلبي عليك وعاوزاك تكون جنبي عشان اشوف طلباتك. انا ماليش طلبات. طب اجي انا واقعد معاك؟ لا خليكي مع محمد وشهندة، هما اولى بيكي. طب وانت؟ انا خلاص تعودت على الوحده ومحتاج لفتره عشان اراجع نفسي. والفتره دي هتخلص امتى؟ لما ربنا يسهل. براحتك يا حبيبي، لو احتجت حاجه كلمني على طول. ربنا يخليك يا ماما، ربنا يخليك. متشكر حبيبتي، متشكر. على السلامه. انا حطيت لك الكلاسين والفلنات واحط لك كم فحل بصل والجبنه البلاصي عشان ترم بدنك يا سي طاهر. جرى ايه يا وليدي؟ هو انا مسافر في قطر الصعيد ده؟ انا مسافر لتشيك، يعني بلاد بره، وحركه بالطياره كمان. بلاد بره وطياره؟ هو انت رايح تعمل ايه يا اخويا؟ ولا حاجه، اصل وزير الداخليه بتاع التشيك مكلفني بمأمورية سريه وقال لي يا طاهر باشي، بس قالها لي بالتشيكي، قال لي يا طاهر باشي محدش هيقوم بالمأمورية دي غيرك انت. بص يا ولي الباسبور لما بتبقى عليه التأشيرة بيبقى حلو ازاي؟ باسبور وفيسة؟ طب والنبي يا اخوي ما تاخدني معاك، ان شاء الله تحطيني في شنطة من الشونة. اخدك معايا فين يا منتن انت؟ بقولك مأمورية سرية، يعني اسرار دول يا تافه. طب ما تجيبلي معاك جلبيتين وشبشبين بوردة. جلبيتين؟ هو انا مسافر ليبيا يا ولية؟ بقولك لتشيك يلي تتشكف مع ميعك. يعني هي جت علي؟ يا نهار ابوكي اسود، انت جبت الجملة دي منين يا ولية؟ الجملة دي بتاع تاني، وحسك عينك تنطقيها على لسانك تاني، لا انت ولا هو. حاضر يا سي طاهر. طب ورحمة ابوك يا اخوي، اول ما توصل ابعت لي جيلة. تجيلي فين يا منتن انت؟ بقولك مأمورية سرية، يعني فيها أسرار دول يا تافه انت. ما تقلقش علي، ده انا واد حرك وعجبك قوي، بس انت اللي مش مقدرني. لا يا اخويا مقدرك وعارفك وحافظك، منتن طول عمرك. يلا يا ولية، يلا يا ولية، لفين الشنطة دي؟ يلا يا اخوي، يلا عشان شكلي هتأخر. يلا يلا. البصل يا سي طاهر. وعليكي وعلى ريحتك المصننة. مساء الخير يا حسام. مساء النور، ازيك يا امان؟ الحمد لله. انا كنت عامله شويه كريم كراميل، قلت انزل لك طبق علشان تحلي بعد الغدا. حلي ربنا يكبر بخاطرك وتسلم ايدك، بس الواحد خلاص بقه متعود على المر. الكلام التقيل ده. كتر خيرك، مش عارفه اقول لك ايه. بالهنا والشفا، ربنا يخليك. هو انت ليه قاعد هنا لوحدك؟ انت ليه مش قاعد مع اخواتك ومامتك؟ تقدري تقولي كده؟ اخترت اني اقعد لوحدي يعني، او ما ينفعش غير اني ابقى لوحدي، او مصر اني ابقى لوحدي. فاهمة قصدك، انا عملت نفس الحاجة. طب انا عندي سؤال. تحت عمرك. انت سمعتك طول عمرها كويسة، انت ازاي سبتت عليك التهمة؟ بتقولي ايه بقى؟ اتفصلت بالملي اللي عملوها شياطين وعملوها محبوكة. ايوه ازاي؟ انت ما عملتش اي حاجة غلط. شعرايا ما بين الصح والغلط، لو اتقطعت كل حاجه بتسيح على بعض. لغز صح؟ انسي الموضوع. تصبح على خير. بوسيني ملك. حاضر، مع السلامه. مع السلامه.
سنه وانت طيبه يا سلمى. كل سنه وانت طيبه يا حمد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Selma. Happy birthday to you. انا بدور عليك من زمان. فاكر دي؟ فاكرها؟ لو اقدر اذبحك 100 مره هذبحك. سابت البيت وودت ولدها بيت امه، يبقى بتروح فين؟ حرام عليك يا شيخه، ده طالعه تعمل عمره. وقبل كده اجراءات السفر بتاخد وقت. انا حاسه كده اني مفيش عمره ولا حاج. اتقي الله، انت ما عرفاش ربنا جاكي جلوسطين يا شيخه. ليه؟ هي حكمه دي من أولياء الله الصالحين. حكمة دي أشرف من الشرف. ماشي أنا ها وانتو ها، وبكرة تقولوا نجيبة قالت. واه يا نجيبة، جاكي المرار الطافح يا بعيدي، ما تسكتي وتسيبيها في حالها، حرام عليكي، ده احنا عندنا بنات. انتي أنا عندي واد، اسكت ليا. ربنا على المفترية بعيدة. قولي حاجة يا عنايات. ايه بدعي على الخسيس، فيها حاجة دي كمان. لا الخسيس بوق حضرتك، المجني عليه تاريخه مليان بالسواب، واكيد كان داخل شقة موكلي بغرض السرقة. يا استاذ حسين، تقرير الصفة التشريحية أثبت إن المجني عليه مات بجرح نافس في الرقبة. يا فندم ما عنديش اعتراض، بقى جرح نافس في الرقبة فعلا، بس ليه؟ راجل دخل عليا بيتي وأنا قاعد في أمان الله وتهجم عليا وعايز يقتلني، لازم أقاومه يا فندم. يعني عايز تفهمني إن الهدف من اقتحام شقتك هو قتلك؟ لا إله إلا الله، يا باشا أنا ما أعرفش الهدف من اقتحام شقتي إيه، أنا اللي أعرفه إن واحد دخل عليا بيتي ولما حصلت مواجهة كنت في حالة دفاع عن النفس. هل يوجد علاقة سابقة بينك وبين المجني عليه؟ لا يا باشا، لا توجد علاقة سابقة، دي كانت أول مرة أشوفه فيها وآخر مرة. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وأمرنا نحن خالد يونس وكيل النائب العام ما يلي: يخلى سبيل المتهم حسام نجيب الهلالي بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا او مطلوبا على ذمه قضايا اخرى. واحده من هنا ورايح، كل شغلك وهمك حسام ود الهلالي، بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بينام ايه؟ بيصحى ايه؟ كل حاجه. كده تمام،
بكرة هنكمل بقية الإجراءات، دلوقتي هتطلعوا على الأوتيل وأوراق التحويل هتكون جاهزة بكرة الصبح. والله إحنا مش عارفين نقول لك إيه يا متر جوزيف، تعبينك معانا. ولا تعب ولا حاجة، تحب أوصلكم؟ لا ما تشغلش بالك مني، أنا معايا الكارت اللي فيها عنوان الفندق، هديه للسواق الأجرة وهو هيوصلنا. إحنا صحيح أغراب بس أخوك المصطيهي هيعجبك قوي. تمام. وبعدين يعني إحنا مش هنطلع على الفندق على طول، أنا والست حكمة عايزين نلفلف في البلد شوية. تمام. كتر خيرك كتر خيرك. نشوفكم على خير. مع السلامة. اتفضلي يا ست الناس، على مهلك. صلى على اللي هيشفع فيه. علي افضل الصلاه والسلام. انت ليك وهتاخد وعليا وهديك. قلت لك 7000 جنيه ما ينفعش. ليه بس؟ توك توك ده يساوي 12000 جنيه ما ينقصوش مليم. على ايه؟ ده محتاج سمكره ولسه هصرف عليه يامي. كلها غسيل وش انما اساسه متين. الهي ما تيوع هتروح بيتكم الا ما تبيع لي التوك توك ده. ايه يا غرع انت هتفول عليا؟ الهي تنشل وتحول لو ما خدتش مني ال 7000 جنيه واديتني التوك توك ده. انت اكيد اتجننت. الهي انت اللي تتجنن، والميكروباص الجديد اللي هتجيبه يولع بيك انت والزمان. لا كله الا الميكروباص. خلاص يبقى تاخد مني ال 7000 جنيه واكتب لك بالبنك الانبيالات. امر لله. اشوفك بالليل على القهوه. عيل ثقيل. خطوه عزيزه يا بوب. نورت بيت اخوه حبيبي. لعله منور باصحابه بقى كده يا جدع. يعني لو ما كنتش قابلتك صدفه في الميكروباص ما تسالش عليا. يا راجل ده احنا نايمين على برش واحد وبعتبرك دي بقى لمين؟ والله لعله انا ما عارف لك عنوان من ساعه ما خرجت من المخروب اللي اسمه السجن ده، وانا قاعد مترمي هنا وهنا في المواقف قاعد بلم كارته من الميكروباصات. الشاي يا ابي. تعالي يا زوزو ما تتكسفيش، مفيش حد غريب، ده البوب اخويا. زوزو اختي. منور يا سي البوب. ده نورك يا ست الكل. كلامك بينقط سكر. لعله خير ان شاء الله. خش انت جوه يا بنت. حاضر يا ابي. بص يا بوب، انا نويت اشغلك معايا في الكباري اللي انا شغال فيه. طب وده هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل فيه ايه؟ نفس شغلانتنا، بلطجه ورمي بالا. انا مؤمن بالتخصص. طب والقراقيش اللي فيه؟ اه باكو في الشهر يا صلاة النبي. غير العشاء والتبس مرضي؟ فل الشمعة منورة. لعله انا معاك من غير اي كلام. النبي كل دي فلوس؟ دول لما يطلعوا كام؟ يخرب بيتك يا طاهر، معاك كل الفلوس دي ولابس لنا الجلابيه المقطعه ومنشفها عليني؟ طب ورب الكعبه لا احرمك منهم واخليك تلبس الجلابيه المقطعه بس بحق وحقيق. تعالوا يا حبايبي تعالوا. قال قطل يا جاد. أني جاي. ده معقول ده؟ معلش يا ست حكمة معلش أني جاي أهو. يا
يلا يا طاهر، المحامي بقاله ساعة مستنينا في البنك. معلش يا ست حكمة، بحامل ايه بس؟ اصل الشابة الجميلة المسكينة دي كانت تايهة، وانا يعني كنت بساعدها. ليه؟ هي منين؟ من هنا. وانت اللي بتدلها؟ ايوه مسكينة، بقول لك عندها ظروف صعبة، صعبت علي فقلت اجيبها معاي، يعني اغديها اعشيها وهتونس معاها يعني طول الليل. لا والله شهم يا طاهر، شهم وقلبك رهيف. وهو البني ادم مننا ايه غير قلب بيدق يا ست حكمة؟ اصل ابوه طلق امه ورمى البنية دي في الشارع بشنطة هدومها، ما هي الشنطة دي فيها كل الهدوم بتاعتها، فانا قلت اكسب فيها ثواب واجيبها معايا. لا بتفهم في الاصول يا طاهر. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هانم. قال ايه وتقول لي الركع على الحشو؟ ما هم ما فيش حشو خالص وشغالين هم زي الفل. لا يا ست حسن، لا ده الستات هنا يعني بيلمعوا، يعني مستحميين على طول، مش زي هانم منتنه ومعفنه طول عمره. استنيني هنا، انا هروح مشوار ساعة وهاجي لك على طول. اها، وهي كده فهمت؟ اي والله عندك حق. يوه استاي هير وان 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 اور اي كم اجين. اوكي ما مستهي. شفتي مستهي؟ شفتي مستهي طالعه ازاي من بقي؟ ده احنا كنا فاهمين مستهي دي غلط في مصر. مستهي يا سلام. طب يلا يا طاهر، احنا كده هنتاخر على المحامي. بقول لك هو ما ينفعش مشوار المحامي ده، يعني تروحيه انت. اها، وفين الشهامه والرجوله؟ والله يعني كان عندي شويه شهامه خلصتهم على البنيه الغلبانه دي، بس هعمل ايه؟ ده انت في عينيا الاثنين يا ست الناس، ده انت الست حكمت. ماشي يا طاهر، يلا يا طاهر. استي هير، ابوس ايدك استي هير. يلا أوكي؟ يا طاهر. اوكي اوكي اوكي. اتفضلي يا ست، اتفضلي. لا ما انا مش هسيبك تمشي، كفايه اللي جرى. قلت لك مش هينفع يا ماما. ليه بس يا حسام؟ ده احنا هنشيلك في عينينا. انا عايز اشيل نفسي، مش عايز حد يشيلني. لو بتحبوني بجد ساعدوني نرجع حسام من اول وجديد. شايفه عنده ايمان؟ حسام ما تبطل عند، في ايه؟ هتخسر ايه لو قعدت معاهم وطمنتهم؟ يعني هو انا عيل صغير يا حبيبي؟ انا مش هبقى مطمن عليك وانت بعيد عني. تلاقيش يا ماما تطمني، اللي هيفكر يعملها معايا تاني هيبقى اخر يوم في عمره ان شاء الله. مش كل مره تسلم الجر عشان خاطر يا ماما، سيبوني اظبط اموري بنفسي. طب يا حسام اعمل اللي انت عاوزه، بس لازم تبقى عارف ان كلنا هنبقى قلقانين عليك. تلاش يا محمد، هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي؟ بجد برافو عليك، انت نفذت كل حاجه زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندس. كل اللي طلبتيه مني انا عملته لك بالظبط. ربنا يخليك. العفو عليك. السلام عليكم. مع السلامه. منيره مبسوطه؟ ربنا يرستك كمان وكمان. بس ليه؟ ايه هو اللي بس ليه؟ حلم حياتي اتحقق، محلنا هيتفتح خلاص كمان اسبوع، وبعدين برضو مبسوطه علشان حسين ربنا سترها معايا الحمد لله. قولي كده بقى، اتاريكي مساهمه ومش على بعضك. انا امال انا؟ انت مش ملاحظه ان انت بتكلميني على حسام اليومين دول كتير؟ انا بكلمك عنه علشان معتز كان بيعتبره زي اخوه بس. والله بتخبي عليا يا ايمان؟ بخبي عليكي ايه؟ ما تخليش فكرك ياخدك لبعيد. يا خبر بفلوس، بعد ثواني هيبقى ببلاش. منيره بطلي الغلبه بتاعتك دي، عندنا شغل، عندنا افتتاح كمان اسبوع. يلا يلا امشي. اهلا شهد، اتفضلي. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اقعدي، واقفه ليه؟ ميرسي. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. وابنك الجميل حسام اخباره ايه؟ اهو سايباه في البيت بيلعب كالعاده. شهند انا عايز افتحك في موضوع، بس مش عارف ابدا معاكي فيه ازاي. لا طبعا اتفضل. الموضوع ده بيتوقف عليه حياتي. انا ترددت في الاول ان افتحك فيه، بس لقيتك انك انت انسب واحده، وده انسب وقت عشان اكلمك فيه. لا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط. قصدي اني عايش لوحدي زي ما انت عارفه، لا ليا زوجه ولا اولاد، ومفتقد للحياه الاسريه، وانت كمان عايشه انت وابنك لوحديكم، محتاجه راجل يقف جنبكم ويساعدكم ويشوف طلباتكم. وبصراحة ما لقيتش أفضل منك تكون زوجة ليا. أنا مش عايز منك رد دلوقتي،
خدي وقتك براحتك وفكري وبعدين رد علي. يا فندم من غير تفكير انا قافله موضوع الارتباط ده خالص دلوقتي ولا يمكن هفكر فيه. ارجوك يا شهند ما تقفليش الباب في وشي، اديني فرصه اعبر لك فيها مشاعر. صدقيني لو حصل ارتباط مش هتلاقي حد احسن مني، وهساعدك واخليك اسعد واحده في الدنيا. صدقني يا فندم انا مش جاهزه نفسيا ابدا لموضوع الارتباط ده دلوقتي، عن اذنك. ما تلومش عليا يا محمد عشان انت اللي غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ ما ادتنيش فرصه اكون جنبك واختفيت من حياتي فجاه. كنت عايزاني اقول ايه لابوك وهو بيقول لي نفسي اخلف خطوبه عشان خاطر سمعه اخوك. بس انا اتمسكت بيك وكلمتك اكتر من مره، حاولت اكون جنبك، كنت مستنيه انت كمان تعمل كده. كان صعب يا رب، لو كنا في ظروف تانية انا ما كنتش هسيبك لحظه، بس كانت المشكله عندنا، ما حبيتش اكون حمل عليك، كان مع الايام ما كنتش هتقدري تستحمليه. بس الوضع دلوقتي اتغير يا محمد، ولو اهلي الاول كانوا بيحكموا عليك من خلال عيلتك فالنهارده حكمهم عليك انت، بالذات بعد ما اثبتت ان انت انسان ناجح في شغلك. طب حتى فاكر يوم عيد ميلادي شفت رحبوا بيك ازاي؟ ده معناه ايه؟ معناه ان انت تكلمهم تاني وتطلب ايدي منهم. لا يا ريان هيبقى صعب. ليه بس؟ خايف يرفضوا. جرب بس مش هتخسر حاجه. اديني مهله افكر فيها. اوف مالك جاي معفر كده ليه؟ زهقت طهقت بقى من كتر الغطس في البلعات والنهار. امال انا اعمل ايه اللي ساكته ومستحمله؟ وايه اللي جد يا اختي عليكي؟ ما انت عارفه ان انا من يومي بغطس في البلعات. انك كذبت على الحاج وقلت له انك مدير في اداره المجاري علشان كده اتجوزتك. طب انا برضو مدير وبتحكم في 10 بلعات، ما حدش يقدر يغطس فيهم غيري. وعشان كده من ساعه ما اتجوزتني وهم مصدودين. بقول لك ايه بقى؟ سيبك من الكلام ده، خلاص فات اوانه. انا خلاص قررت اسيب المجال. وهتشتغل ان شاء الله؟ هشتغل مع مراتي حبيبه قلبي في الكوافير بتاعها. بقول لك يا شلبي انت تبعد عن الكوافير خالص، انا ليا شريكه مش بمزاجي. ما الشريكه دي اللي مبوظه لك حياتك. من يوم ما خوفي معتز اتجوزها وتغير حالك وعايزه تقلديها في كل حاجه، عايزه تبقى لافرانكا زيها، وعماله يا اختي تغيري لي في لبس وشكلك اتغير ولبسك اتغير، ده غير الاحمر والاصفر والاخضر اللي بتحطيهم على وشك ليل ونهار. وماله يا اخويا لما اعمل زيها وابقى زي البني ادمين وابص لفوق مش ابص لتحت واختص في البلعات. ايوه بس ما تنسيش نفسك، وربع جنيه شابه ونص جنيه كمون ب2 جنيه جنزبيل. بقول لك ايه، احنا ناس شعبيين لكن عينينا مليانه وجيوبنا دافيانه، لم نفسك معايا احسن. بقول لك ايه، لا لمي نفسي ولا تلمي نفسك، انا خلاص زهقت منك، انا غلطان اصلا فضفضت معاك. توحشت الجو يا حكمه. قولي لي طاهر واخد باله منك ايه؟ كل الامور تمام، عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه. والمحامي تمام تمام. لا انا حتابع البنوك من هنا. توحشت قوي، حستناكي. سلام. لو حد يقدر الموهبه دي والله العظيم جراح يا ابني. الله يبارك لك. مين؟ ريان. ريان في ايه يا جدع؟ بس حد يخبط كده يا جدع، في ايه؟ انت بتلبس على نفسك ليه؟ اكون ليه يعني؟ انت بتصوت ولارات وبابا بيدخل في اي وقت. اوعى ده انا افرحك، خلصت لك المصلحه. بذمتك انا عايز رايك بالامانه مش عشان صاحبك. في فرق. بتكنيله في حظك المنايل. الجوده في ايه؟ ايدك على 1000 جنيه. 1000 جنيه بتوع ايه؟ العربون. ليه حصل ايه كفن الشر؟ شغلانه باظت، الراجل اللي كان هيصرف لها الفلوس اتقبض عليه. انت بتضحك على ايه؟ على الحرام، حتى الحرام مش راضي بيا. طب ايدك يا حبيبي على العربون. لا بقول لك ايه، احنا شهرنا فاتحه، العربون اتدفن ومات. وبعدين بيني وبينك انا صرفتهم. ايه؟ صرفتهم. صرفتهم؟ صرفتهم في ايه بقى؟ زي ما انت شايف كده عريان، انا قلعت النضاره وحطيت عدسات لازقه بالتقسيط. وبيني وبينك انا ناوي كده ابدل شويه نضاره شويه عدسات، بس بذمتك ايه رايك؟ شكلي كده احلى من غير نضاره. تصدق عدينا عليك بجد حبيبي. قرب كده وريني بس كده. ايه انا من اللي تقول لك حلوين. ها انت تستنى عليا يا رحمة. ايه اللي جاب سيره امي؟ ايه اللي جاب سيره امي؟ عشان انا كان واسك كل امي. خلاص يا حبيبي اهدى اهدى يا بابا اهدى وما تسخنش وانزل لي كده من على النار. ودي لي بيهم وصل. واقف يوصل حد اما يجي لي فلوس هبقى اتصل بيك تيجي اخد فلوسك. ماشي حلو قوي الكلام ده يا عم دولار. هات ده ورقتين. ولا حتى كمان دول. خلاص ما دام الحرام مش راضي بيا انا كمان مش راضي بيه. ذمتك انت دولار انت.
ده انت قرش ماسح ولا ليه اي قيمه. بقابلني على القهوه بالليل يا اخضر. امك دي؟ انا قلت ايه يا عم؟ اقول لها انا اسف. بردو يا حاجه على القهوه بالليل. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اعرفك بالمعلم عطوه، اكبر تاجر خضار وفاكهه تخصص كنتالوب من القصيرين. هيجي يعني يحل محل هنا في المكان وهيدفع لنا 1,000,000 جنيه. يدفع ايه؟ يدفع لنا؟ فوق يا منير اصحى، المحل ده ملكي انا لوحدي. ها؟ ولا انت عاوز تشاركني فيه؟ ايه ده؟ انت ما تعرفش عرف الخليوي ولا ايه؟ لازم المبلغ بيتقسم بين المالك والمستاجر اللي هيحل. اذا كان كده يا منير يبقى افتح الله. جراس منير، انت جايبني مصهرين على ملا وش ولسه ما قصرتش في الموضوع؟ لا، ما هو الراجل باين عليه شفط مخه ونسي. الراجل جاله زهايمر، احنا متفقين. لا يا منير ما جانيش زهايمر، انا اللي جاني راجل تاني عاوز يحل محلك برضه، بس هيدفع 1,500,000. لا وضعته ايه بقى؟ ادوات كهربائيه، حاجه نظيفه، مش مثلا فاكهه وخضار وقشر وزباله. لا 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 يا منير، جايبنا خزان هنا ولا ايه؟ لا لا لا، استنى انت بس شويه. بقول لك ايه، الموضوع ده حصل امتى؟ انا ما اعرفش ولا ايه؟ النهارده الصبح. وبجد الكلام ده؟ الله، وانا امتى هرجت معاك يا منير؟ خلاص يا معلم، شوف انت وراك ايه دلوقتي علشان احنا ايه ان شاء الله اشوف لك محل تاني باذن الله. لا لا لا، فيها منير تتبعني ولا ايه؟ لا ما تزعلش مني يا حاج، اصله فيها ربع ارنب زياده بقى. انتوا مستقلين بيها ولا ايه؟ طب عليا اطلع اخد المحل ده وهدفع لخلو رجلي 2,000,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ وانا هزرت قبل كده؟ ايه رايك عوض؟ انا ما عنديش مانع، بس على اساس اخد انا 1,500,000 وانت نص. نعم؟ بتقول ايه؟ طب ايه رايك بقى ما نشمش من هنا وهعمل لك المحل ده زريبه للجديان والخرفان وهربيهم. هقابله بكره واقول له بكره هقابله. هو مين بقى البنت اللي هتقابليه وتقولي له؟ وهو في غيره؟ حبيب القلب شوشر. حبيب القلب يا بنت، ده بقى طليقك دلوقتي وما يجوزلكيش. وهو انا قلت لك رايحه ظروف شقته؟ انا رايحه ظروف السجن، واخده له معايا الزيرات رم عظمه بدل الاكل اللي بياكله له هناك. لا قول لي يا لعله، عملت لي ايه يا اخويا في موضوع المحل؟ المحل اصله شيحه اول يومين دول في السوق. انت هتسوق عليا العوا ولا ايه يا لعله؟ انت بتقولي لي انا العوا؟ بقول لك ايه يا بت، فوق واصحي، انت بتكلمي لعله. عموما انا اللي غلطان، ده انا بدور لك على عريس لقطه. عريس ايه يا عين امك؟ انا عايزه خروف، مجرد كوبري يرجعني لحبيب القلب شوشره وخلاص خلاص. وحتى لو كوبري يا بنت، ده انت اختي، انا لازم اصطاد لك عريس ما يبقاش طمعان في ثورتك وقبلتك. انت مستقليه باللي عندك يا بنت؟ ده انت عندك مرجيحه وعربيه بوم. ده مين ده اللي يقدر يهاوب ناحيته؟ ده ناكله بسناني، ده شقر عمري يا لعل. تعجبيني يا بنت وانت شرسه وبتعضي. المهم اديني انت وقتي وانا هصطادهولك، بس الحكايه يعني كانت محتاجه شويه مصاريف. مصاريف؟ مصاريف ايه؟ ما انا لسه ظرفك 500. ايوه، ما انا بقى محتاج 100 كمان عشان اشحن والف ادور على الخروف. الله، انت مش اشتغلت وربنا فتحها عليك يعني ما شاء الله؟ اشتغلت بس لسه ما قبضتش، والمليان يصب على الفاضي. ماشي يا لعله، ماشي يا اخويا، لما نشوف اخرتها معاك ايه. اخرتها فل، لعله خير ان شاء الله.